السلام عليكم. درسنا اليوم صف السادس الإعدادي القطع الخارجية unseen passage. How to answer about unseen passage؟ كيف نجاوب على القطع الخارجية؟ طبعا بالامتحان الوزاري يجي سؤال بقطع خارجية على 10 درجات، يمكن تجاوب جواب كامل وممكن تجاوب بس الإجابة، يعني ممكن إنه يكون الجواب مختصر أيضا مقبول به. نتبع الطرق التالية في الإجابة على القطع الخارجية. أولا، في حالة وجود أدوات السؤال، أكو أدوات السؤال مثل which, what, who, where, how many, how much إلى آخره، نتبع التالي. إذا أكو أداة السؤال نتبع التالي، نحذف أداة الاستفهام. أول شيء نسوي نحذف أداة الاستفهام، نبدأ بالفاعل ونجده بعد الفعل مباشرة، ويجب أن نكتبه بحرف كبير. إذا نحذف أداة الاستفهام، نبدأ بالفاعل الذي نجده بعد الفعل مباشرة. في حالة وجود الأفعال التالية، هاي راح ننزلها، إذا لقينا هاي الأفعال is, am, are, was, where, have, has, had, can, could, will, would, must, didn't, don't, doesn't، لاحظوا هاي مهمة، بحالة النفي راح تنزل بعد الفاعل مباشرة، بعد الفاعل تنزل. لاحظ what is he reading، حذفنا أداة السؤال، بدينا بالفاعل بعد الفعل he is reading ونكمل. why don't they go to، هذا الفاعل نبدأ به they don't go to school ونكمل. الحالة الثالثة، في حالة وجود الأفعال التالية في حالة الإثبات، لكن إذا لقينا do و did و does في حالة الإثبات، نا حالة نفي نا في حالة إثبات، شوفوا الخطوات راح نتبعها. أولا، إذا كان الفعل do، إذا وجدنا بالسؤال الفعل do، نحذف ولا نغير الفعل الرئيسي، الفعل الرئيسي ما راح نسوي له شيء، بس نحذف الدو، يعني نتبع نفس الطريقة، نحذف أداة السؤال، نبدأ بالفاعل ونحذف do ونبدأ بالفعل الرئيسي. إذا لقينا does، لا راح نحذف الdoes بس نضيف للفعل s، ويجب مراعاة حالات الs. ليش؟ لأن عندنا إذا الفعل تاب CHSHXO لازم نضيف له es، مثل go نضيف له es، watch نضيف له es، فعل بالتيب y قبل حرف صحيح قلبه لا ies، وهكذا. إذا كان الفعل did، إذا كان الفعل did يحذف ونغير الفعل الرئيسي إلى ماضي، الفعل الرئيسي لازم نغيره إلى ماضي، وهنا لازم حافظ الأفعال الشاذة. خلنا نأخذ الأمثلة حتى لا، شوف هذا المثال what do they write، حسب القاعدة نحذف هذا السؤال ونحذف do لأن المثبتة، نبدأ بthey، ما طول do هذا الفعل يبقى نفسه. أجي للثاني what does he write، أحذف what، أحذف does، أبدي بمن، أبدي بhe، ما طول داس أضيف إيس الشخص الثالث. لاحظوا what did he write، أحذف what وأحذف did he، وهنا write أقلبها إلى ماضي، هنا فعل شاذ wrote. الحالة الرابعة، نضع الإجابة من القطعة، الإجابة راح نضعها من القطعة تتناسب ويامن مع أدوات السؤال، لازم الأداة السؤال نعرفها حتى نعرف الإجابة، لأن هسه حد هنا إحنا اعتبار أخذنا نص الحل والبقية هنا الإجابة. نشوف أدوات السؤال بالتسلسل. أول أداة عندنا what، وهي لغير العاقل تستخدم للأشياء والمهن، السؤال عن الأشياء والمهن. what do they watch، لاحظوا شوف الإجابة a romantic film، جبنا شيء غير عاقل. when للسؤال عن الزمان، وهنا لازم نجيب وقت يعني فترة زمنية. When is he writing this story؟ لاحظوا حسب القاعدة he is writing this story today، اليوم فترة زمنية. Where السؤال عن المكان، ونبحث عن المكان بالقطعة الخارجية، يعني بعد إذا لقينا where ندور على مكان بالقطعة الخارجية. Where did she go yesterday؟ وين راح أحذفها؟ did أحذفها، أبدي بشي، did تقلب الفعل إلى ماضي. When yesterday، شوف وين ذهب إلى بارك، واحد راح يقول لي ليش ما قلنا yesterday the park، ظرف المكان يسبق دائما ظرف الزمان، لاحظوا هاي ظرف الزمان دائما يجي بالأخير. نجي للنقطة الرابعة، عندنا واي، واي أعطى أسباب وبيها 4 حالات، يا أما يكون الجواب because وراء فاعل وفعل، فاعل وفعل جملة، يا أما because of عبارة سببية. وتتذكرون
من أخذنا البيكوز because أو بالأفعال السببية الميك تذكرونها، يا أما تو وزائد مصدر خالي بالإضافة، يا أما فور وفعل بي آي إن جي. خشوف what did he go، why did he go to hospital، ليش ذهب للمستشفى، why did أحذفها أبدي به تقلب الفعل لا ماضي، he went سوى هنا بالهوسبيتال، he went to hospital no مو بسكول، he went because he was sick، because he was sick، because he was sick، لاحظوا because he was sick لأنه مريض، فاعل وفعل. نجي why didn't he go out، ليش ما ذهب he didn't للنفي تنزل go out because of the bad weather، بسبب شوف عبارة سببية بسبب الجو السيء، طبعا ذن نقاها الوين بالقطع الخارجية. why do people go to the supermarket، do why تحذف people go ما نغيرها لأن do عندنا to supermarket to لاحظوا ورا to get something حتى يحصلون على شيء to get، why are they going to this university، إذهب they are going to the university for getting للحصول على التعليم على get، طبعا get صحيح مسبوق بعلة تضاعف وضيف ing، لاحظتوا هسه إذن أربع جواب بال because بالواي العفو. how تستخدم للسؤال عن الطرق أو الواسطة، وغالبا يكون الجواب لو باي لو اون، ليش؟ لأن نحن نقول on foot بس نقول by car by bus وهكذا. how do you come، how do تنحذف يصير I، تعرفون هذا بعد التحويلات I come ما غيرنا لأن do by car أو on foot مشيا أو بالسيارة، ويمكن أن تستعمل how للسؤال عن ظرف الحال، يعني شلون مثلا شلون يلعب شلون يحارب، سؤال يعني عن الكيفية. How does Tom sing؟ كيف توم يغني؟ How does تحذف توم تخليها sing نحط لها s كملنا هاي في ظرف حال، هي sing beautifully هو يغني بشكل جميل، تذكرون طير الكناري نفس الجابة. هو سؤال عن الفاعل العاقل عند الإجابة نحذفه ونضع اسم مباشرة، في الأغلب نحذفه ونحط اسم مباشرة. Who wrote this story؟ Who wrote this story؟ من الكتاب الرواية؟ لاحظوا بس أطير هو خلي علي wrote this story، من قرأ وهكذا، من درس وهكذا. هو أيضا مس العاقل بس للمفعول به، شنو الفرق يعني اللي وقع عليه اللي وقع عليه. لاحظوا السؤال Who did she send this email؟ المن هي أرسلت الإيميل، المن هي أرسلت الإيميل. هو مودت تحذف شي هذا قلبه لا ماضي لأن ديت عندنا شي sent this email to أحمد، أرسلته لأحمد. how often أو how often نفس اللفظ، تستعمل للسؤال عن عدد المرات وغالبا يكون الجواب لو never لو times three times two times twice مرتين once seventy أو every day every week وهكذا. how often do you visit، كم مرة زرت جدك، هذا اللي طيرا يوصل اي فيزيت تنزل دو عندنا يور اللي تحولونها تعرفونها لا ماي اللي قاعد احكي عن نفسي، اذا هي هز تحول، اذا شي هير، اذا وي اور، تعرفون هاي التحويلات. اي فيزيت ماي جراند فادر وانس، لاحظوا وانس ا مانث. شوف السؤال الثاني هاو اوفتن داز هي رايت ذس لسن، هي رايت ليه ضفنا اس لان عندنا داز ذس لسن 3 تايمز ثلاث مرات. هوز للسؤال عن التملك وعند الإجابة نستخدم ضمير تملك أو إس الشخص الثالث، المن السيارة المن القطار المن وهكذا. هوز بايك ديد هي درايف، المن العجلة اللي يقودها، ديد طير هي خليها هي دروف هز فرينك بايك، لاحظوا هذا ضمير التملك وهذا إس الشخص الثالث جبناه. عندنا ويتش للسؤال عن الاختيار واكثر شيء على الغير عاقل، which color do you like، اي لون تحب، do طير I like white color انا احب
أو أقدر. ممكن طبعا أقول بس فقط وايت. الجواب صحيح. هو مريض السؤال عن المعدود تستخدم معها كمية معدودة، نستخدم معها كمية معدودة. How many students are there in the class؟ هذا الفاعل. There are 40 students in the class. هنالك 40 طالب في الصف. How much تستخدم للسعر والغير معدود. How much money do you have؟ تقول عندك. Do طير. I have a lot of money. عند الكثير من النقود. How long تستخدم طول المدة. وقت يعني. How long الطير. Did الطير. You صير I. Stay stay. عند did. I stayed 3 days. أقدر أقول I stayed at hotel 3 days. نفس الشيء. أو أقدر أجاوب بس 3 days. هم جواب صحيح. How old is سؤال عن العمر. How old is he. He is 20. شو. He is 20 years old. ممكن أقول 20 years old. How tall. سؤال عن طول. عن الطول. How tall are you. قد طولك. I. I ما تأخذ R. تأخذ am. I am. I am. و. وممكن أقول 175 سنتيمتر. ممكن أقول متر و 75. يعني سؤال الجواب يمك. How tall is he. He is. وتكمل. خلص. ثانيا في حالة عدم وجود أدوات السؤال. السؤال ما لقينا بأدوات السؤال. لقينا مبدوء بفعل. مبدوء فعل يكون الجواب لو يس نو. اذا مبدوء فعل يكون الجواب بس يعني جواب قصير لو يس نو. وهذا يعتمد على القطع الخارجيه. يتوافق ويا يس. ما يتوافق. از هي ريدنج انجلش. لاحظوا بدا بإز يكون الجواب يس وقدم الفاعل على الفعل. يس هي از. داز شي رايت انجلش. نو شي دازنت. اذا يس يس شي داز. يس شي داز. يعتمد على من؟ يعتمد على القطع الخارجيه. إذا احتوى السؤال ثالثا على or كلمة or فيكون الجواب يا أما قبل or يا أما بعد or. مثل إيش؟ أقول ذهبت للسوق أو المستشفى. ما يصير أقول yes or no. أصير أقول يا أما أقول للمستشفى أو للسوق. لحظة أصلا. Do you write English or French؟ Do you write English or French؟ يا أما يكون الجواب English يا أما يقول French. وإذا أريد أجاوب جواب واحد يقول لي صار إذا جواب جواب كامل أقول له تحذف الدو حسب يو تسويها اي الدو ما تغير الفعل. اي رايت انجلش جواب او اي ام فرنج. العفو اي رايت فرنج. اثنين جواب اثنين صحيحات. بقت ملاحظه مهمه يمكن ان يكون الجواب قصير. شوفوا مثل هذا وات از حسب القاعده شي از ريدنج انجلش ممكن اقول بس انجلش جواب صحيح. في حاله طلب العنوان هذا سؤال يجي دائما النقطة السادسة الأخيرة نختار شيء متكرر دائما ما خاصة بالسطرين الأولين يعني إذا واحد ما فاهم يعني ما يقدر يترجم شيء متكرر نختاره أو اسم متكرر أو نلقى إيه آن وياها اسم الاسم مسبوق بصفة دائما الاسم مسبوق دائما بصفة نختاره يجب وضع الأقواس بين العنوان يعني شوفوها شلون نسوي شوف القوس ايش قوس وهنا عنوان المطلوب يكون give a suitable title to the passage أعطي عنوان مناسب للقطعة أعطي عنوان مناسب للقطعة. أنا جبت لكم تمهيد 2018 حتى تشوفون شلون راح أحل راح أقرأ الجملة هاي وبدون راح بدون ترجمة راح أجاوب بدون ترجمة راح أجاوب لكم ونشوف وبعدين ترجمها لكم. سالم went to England on business last year. His flight home left at 9 o'clock in the morning. So on the last night he went to bed early and set his alarm clock for 6 o'clock. Unfortunately, the clock stopped in the middle of the night because the battery was old. He didn't wake up at all. 7 o'clock and he didn't have time for breakfast as he was so late he decided not to go to the airport by bus he called a taxi since he was in a hurry he left his passport on the desk at the hotel reception he forgot to take it
on the way to the airport, he realized that he didn't have his passport. He asked the taxi driver to go back to the hotel. When he picked up his passport, the traffic was heavy and he reached the airport too late. His flight had already left. انتهت القطعة. أول شيء أوصيكم بيه تروحوا للعنوان المناسب. شوفوا شيء متكرر. ممكن تجيب اسم شوفوا سالم. عنوان مناسب. وتخلوا إياه مثل سالم and his flat. صار عنوان. يجب الابتعاد عن الأفعال من العنوان. بعد. ممكن أقول ذا ألا فقط. الجرس. ذا عنوان مناسب. بعد أقدر أقول سالم and his passport. عنوان مناسب أيضا. واضح حسن يجي للأسئلة. Why did the man ask the taxi driver to go back to the hotel؟ أنا بدون ترجمة راح أحل. حسب ال why did تحذف أخلي the man. Did تقلب الفعل إلى ماضي صارت asked. The taxi driver لحد هنا. وين أروح؟ أروح ما طول عندي why. إذا السبب يا أما السبب يا أما السبب because يا أما because of يا أما to زائد مصدر يا أما for زائد مصدر يا أما for زائد شنو for زائد مصدر. السؤال يقول هاي الإجابات. لاحظوا because he forgot his passport. ليش هو راح لهذا لأنه نسل passport مالته. هنشوف موجود هذا الجواب لو احنا جبناه من يمنى. خنشوف لاحظوا he left his passport on the desk at the hotel reception. هذا هم جواب. او تقول he forget. شوفوا جواب. نجي للنقطة الثانية. did the man cut the plane. احنا قلنا السؤال مبني على فعل بس يكون جواب لو يس نو. هو شنو السؤال يقول وصل للطائرة. لاحظوا الجواب his flat had already left يعني مغادرة. معناها الجواب شنو ما حصلها. إذا نصيب no no the man didn't أو no he didn't. واضح. نجي للنقطة الثالثة. when did the man wake up. when did تطير. the man تنزل. did تقلب الفعل إلى ماضي. هنا لازم حافظ الأفعال wake up وهذا ماكو واحد ما يعرف wake up يستيقظ up. لكن شنو احنا قلنا لازم ندور على وقت. لازم ندور على شنو وقت. لاحظوا الجواب he didn't wake up حتى السابعة. اذا الجواب يبتي الساعة السابعة. هو ما استيقظ حتى السابعة يعني بالسابعة استيقظ. هذا الجواب. نجي للنقطة الخامسة نرعف الرابعة. why did the man have his breakfast. ليش ما تناول الفطور ولا كأنه ما عرف الترجمة. The man نزلها. didn't تنزل للمنفية. have تنزل. his breakfast. السواب حوم. ما تناول لأنه كان مستعجل. صح ولا لا؟ شوف الجواب. because he didn't have time for breakfast. ما عنده وقت للفطور. شوفوها. he didn't have time for breakfast. أو تقدر تقول أكو جواب ثاني. as he was so late. لاحظوا جوابين يعني لأنه كان متأخرا. موجودات بالقطع الأجوبة أولها. لو هذا الجواب لو هذا الجواب. when did the clock stop. لاحظ طبعا متى هو توقف. stop خلبا. طبعا الجواب in the middle of the night. خشوا موجود هذا السؤال لو ما موجود. لاحظوا the clock stopped in the middle of the night. لاحظوا موجود مباشرة. شوفوا هم بالدلام وين وجدت الحذف. هاي
stop ضاعفناها وضفنا ايدي stopped، لان صحيح بس مو قبل. نجي للنقطة الأخيرة، أعطي عنوان مناسب للقطع. لاحظوا أنا مختار لكم العناوين، كنت 5 عناوين. تقدر تقول the arm، unlucky passenger، هذا من عندك، هذا طبعا هذا فنبي، الراكب الغير محظوظ بالفعل، او تقول ذا unlucky man، الراكب الرجل غير محظوظ، ليش غير محظوظ؟ يعني ما حصل الطائره. او تقول سالم اند هيز فلات، سالم وطائرته، او تقول سالم اند ذا باتري، والسالم والباتري هو السبب. هذا لاحظوا انا مش خليتها بين اقواس كوتيشن. اعتقد ان القطعه سهله ومجرد تطبيق، وأتمنى أنه شرحناها بشكل مبسط، وأتمنى التوفيق لكم جميعاً.